أقيمت ورش عمل لتصنيع المشغولات اليدوية والإكسسوارات وتصنيع الإلكترونيات بمشروع مدارس دعم التعليم المجتمعي بسبعة مراكز على مستوى محافظة أسيوط، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تستهدف هذه الورش الأطفال المتسربين من التعليم والملتحقين بمدارس التعليم المجتمعي بقرى أسيوط، حيث تهدف إلى تحفيز وتنمية قدرات الأطفال الذهنية والعملية. بندعم 187 مدرسة في محافظة أسيوط، ال 187 مدرسة منتشرين في 7 مراكز 32 قرية في أنحاء أسيوط. طبعا النهاردة احنا بنطبق خطة نشاط صيفي، خطة نشاط الصيفي بتاعتنا من ضمنها نشاط المشغولات اليدوية اللي بيطبقوه الأطفال النهاردة في المدرسة. الهدف الأساسي بتاعنا هو ربط المتعلمين بالمدارس، المتعلم بتاعنا متعلم ذو طبيعة خاصة، يعني احنا طبعا بنستهدف الأطفال المتسربين من التعليم الأساسي في السن الإلزامي. اشتغل على نطاق واسع محافظة الأسيوط، 187 مدرسة، أطفال 6420. احنا بنشتغل على مدار السنة كلها، حتى في الصيف بيبقى في نشاط صيفي بيشمل كشفي رياضي، بيشمل مشغولات يدوية، بيشمل ميكاترونكس، أنشطة ثقافية، أنشطة اجتماعية، أنشطة رياضية، أشغال يدوية، أنشطة رياضية. الهدف من الأنشطة اللي بتتم ربط التلميذ بتاع المرحلة الابتدائية في التعليم المجتمعي بالمدرسة أكتر في فترة الأجازة الصيفية، وبتحبوا في العمل اليدوي والعمل الاجتماعي والتعاون بينه وبين أقرانه من التلاميذ. احنا بننفذ أنشطة صفية داخل مدارسنا زي ما بننفذ أنشطة صفية جوه المدارس، وبنربط الأطفال بالأنشطة لداخل المناهج، بننفذ أنشطة جميلة عشان نربط أكتر الأطفال بالمدارس ويبقى عندهم اشتياق للمدارس ويستمروا معانا فترة النشاط الصيفي.